استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021 للصف الأول والثاني الثانوي. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل تسجيل استمارة الامتحان الإلكتروني 2021 طلاب الصف الأول والثاني الثانوي تمهيدا لامتحان الفصل الدراسي الأول في 2021. طيب الطريق ازاي؟ طبعا انت لو انت عندك بتدخل على اللينك دوت اللي هو moeregister.emis.gov.gov اللي هو دوت، تمام؟ فانت طبعا هتدخل على حساب البلد في ماي هيطلب منك رقم القومي فهتبتدي تمشي في الاجراءات دي، تدخل البيانات بتاعتك الاسم وكل البيانات المطلوبه، واذا كان في صوره تدخل الصوره دي. طيب لو الطالب او طالبه بيدي لك حساب مدرسي موحد يبقى انت عندك، لو انت في اللينك الاول ما عندكش، لو عندك حساب بتضغط هنا اللي هو ده الرابط دوت وتخش، تمام؟ اذا لم يتذكر الحساب المدرسي الموحد بيتم الدخول على الرابط الثاني وانشاء حساب مدرسي موحد من هنا اللي هو الرابط الاخير دوت انا دايس لك عليه، انشاء حساب بريد الكتروني. اوكي، ده الكلام دوت الاجراء دي مين للصف الثالث الاعدادي والثاني الثانوي والاول الثانوي. الصوره المفروض تكون الابعاد بتاعتها 250 في العرض و 300 في الارتفاع. فانت لو عايز تظبط الصوره بتخش على موقع تعديل مقاس الصوره، ولما بتفتح بيفتح لك الموقع دوت اللي هو img2go.com. بترفع الصوره بتاعتك وبالتالي تختار الابعاد اللي هي مطلوبه، تمام كده؟ انا هبعت لك في اللينك من تحت هحط لك كل الروابط ديت وكمان اللي هو موقع الصوره تكون مفيد ليكم. شكرا.